تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئه الى السيده ليستراس على اختيارها رئيسه للحكومه البريطانيه متمنيا لها وافر التوفيق في اداء مهمتها الجديده واعرب الرئيس السيسي عن تطلعه للعمل والتعاون مع رئيسه الوزراء الجديده ترسيخا لمسيره العلاقات الثنائيه التاريخيه بين مصر وبريطانيا لما فيه صالح الشعبين ولامن واستقرار وسلام العالم كما توجه الرئيس السيسي بالشكر لرئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون على ما قام به لصالح دعم العلاقات المصريه البريطانيه ولدوره في تعزيز اواصر التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين متمنيا له موفور السداد فيما هو قادم